أنا أتمنى اليوم قبل بكرة أن أكون جندي مع هؤلاء الجنود الصادقين، ولا أن أكون مسؤول في مثل هذه الظروف، لأن المسؤولية في مثل هذه الظروف هي مغرم وإحراج. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى ثم من القيادة السياسية أنها تلتفت التفاتة صادقة والتفاتة جادة، وحمل المسؤولية حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، فإن جبهات البيضاء ليس لها أي معول من قبلهم، ولم من يوم تعينت إلى اليوم لم يأتينا منهم شيء، وإذا كان شيء فهو شيء لا يكاد يذكر، أما أكثرها فنحن نتحملها ديون ويتحملها أبطال المقاومة، وأيضا نحمل أيضا ديون قيادة الألوية وقيادة القوات الخاصة يتحملون. فهذه المرحلة هي مرحلة بناء، هي مرحلة إسناد، هي مرحلة تضحية، هي مرحلة كل شخص أن يبذل ما بوسعه لكي يعيد الشرعية ويستعيد الدولة. وأنا أكرر شكري وتقديري لأبطال المقاومة ولقيادات الألوية وأيضا لقيادات القوات الخاصة، فهم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى. لو كانوا يعملون لأنفسهم لما قاموا ولم يعملوا هذه الجهود، لكنهم يعملوا من أجل وطن ومن أجل دين ومن أجل قضية، فلهم منا كل الشكر والتقدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن شاء الله في القريب العاجل سترون النصر قريبا مؤزرا، وسنطرق كلنا أبواب صنعاء، فالنصر حليفنا بإذن الله، لأننا نقاتل بسيف الحق وهو السيف المنصور.